السلام عليكم. جامعة الأمير سلطان أصدرت 3 نماذج للذكاء الاصطناعي، حاجة عاملة زي شات GPT، والتلاتة موجودين هما أوبن سورس، فتقدر إن أنت تستعين بيهم وتشوفهم وتبرمجهم وتبدأ إن أنت تستخدمهم. خليني مثلا أكتب أي جملة وهو يبدأ إن هو يكملها. مثلا في حاجة كده ذكريات طفولة، تمام، وخلينا نشوف هيكتب ايه. 3 نماذج تقريبا GPT، وعندنا ارنيزر توكنايزر، وتقدر ان انت تجربهم وتقدر ان انت تعملهم داونلود وتقدر ان انت تستخدمهم عندك على الجهاز زي ما انت عايز، تمام. هو قال لك له قصة، تمام. فجميل ان احنا نبقى نلاقي نماذج لغويه من جامعات عربيه، فنعمل ان شاء الله يحصل تطور ونقدر احنا نستخدمها بشكل افضل وندخل فيها كل الكتب التراث ان شاء الله.